الخدمات مصنفة لديكم في قوائم الإرهاب وجهات منظمة لهيئتكم ضد النظام التركي الذي يحاولون يوقفون معركتنا الإنسانية والديمقراطية وعلى رأسهم الدولة الفاشية التركية. ألسنا بشر مثل كل البشر؟ ألا يعني آلام الأمهات لكم شيئا؟ هل تعني شجاعتنا أن نكون كبش الفداء دائما؟ ولكن صمودنا أطول من أعمارهم وسنقود هذه المعركة جمدا إلى جنب. لأن هذا الشعب قاوم وقدم الكثير من الشهداء والشهداء الجرحى، ولا زلنا نقدم حتى هذا اليوم وندافع عن العالم بأسره. لكن نقول العالم في هذا اليوم ومن هذه الوقفة وفي هذه الخيمة ومن أمام مقر الأمم المتحدة، نقول لهم مديونين أنتم لدماء شهدائنا، ويجب عليكم أن تأخذوا موقفا. تنظيم داعش الإرهابي الذي كان أرهب العالم بأجمعه، قامت شرارة المقاومة من مدينة كوباني. كوباني المقاومة التي صمدت أمام أعتى قوى إرهابية في العالم. نعم، وحتى الأوامة تقاوم، وحتى اليوم تقاوم.